بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، قسم النهائي شعبة العلوم التجريبية، أقترح عليكم تصحيح الباك 2018 مادة الرياضيات، الموضوع الأول التمرين الرابع. واحد، جي دالة عددية المعرف على كما يلي: جي لو إكس إيكال 2 زايد إكس ناقص 1 أوسيا ناقص إكس. احسب لا ليميت جي لو اكس اذا اكس يؤول الى النقص لا نهايه، و ليميت جي دي اكس الى اكس يؤول زائد لا نهايه، لان كما راكم تشاهدوا ليميت جي دي اكس هنا، اذا راكم تشوفوا لهنا واش لاحظوا 2 راهي القيمه تاعها ما تساويش امام الاسيه، اذا يبقى لنا غير اكس ناقص 1 هي النقص لا نهايه مضروب في زائد لا نهاية، النهاية هي ناقص ما لا نهاية. ليميت جي دو إكس إذا إل يؤول إلى زائد ما لا نهاية، لهنا راكم تشوفوا لهنا الأسية دائما أقوى من الإكس، ولهذا إذا إكس أسية إذا إكس يؤول زائد لا نهاية تولي أسيا ناقص إكس هي تؤول إلى صفر، يبقى لنا 2، يبقى لنا 2، إذن لا ليميت لجي دي إكس إذا إكس يؤول زائد لا نهاية هي 2، معناه بيانيا أن إكراك يساوي 2 هي معادلة مستقيم مقارب أفقي عند زائد ما لا نهاية. واحد، با، أدرس إتجاه تغير الدالة جي ثم شكل جدول تغيرتها. اولا نحسب المشتقى، كما راكم تشوفوا المشتقى في هذه الحاله تنعدم اذا كان اكس يساوي 2 والاشاره تاعو تتغير باشاره 2 ناقص اكس. جدول التغيرات، اكس يتغير من ناقص ما لا نهايه حتى زائد ما لا نهايه عبور من 2، اذا 2 ناقص إكس موجبة من ناقص ما لا نهاية حتى 2 وسالبة من 2 حتى زائد ما لا نهاية، إذا الدالة جي لو إكس متزايدة من ناقص ما لا نهاية حتى 2 ومتناقصة من 2 حتى زائد ما لا نهاية. واحد، جيم، بين المعدل جي لو إكس تقبل حلا وحيدا ألفا، حيث ألفا محصورة ما بين ناقص 0.38 و 0 ناقص 0.37، ثم استنتج إشارة جي دو إكس. نحسب جي لناقص 0.37 و جي ناقص 0.38، واش نلاحظ الجدا لجي و جي يمد لنا عدد سالب، وهذه معناه حسب مبرهنة قيم المتوسطة ألفا محصورة ما بين ناقص 0.38 وناقص 0.37. إشارة دي إكس، كيف إشارة دي إكس؟ جي لي إكس موجبة من أجل آل إكس من ألفا حتى 2، راكم تشوفوا لهنا في الجدول من ألفا حتى 2، و جي لو اكس سالبة من ناقص نهاية حتى 2، 2 1 الف، نعتبر اف لي اكس يساوي 2 اكس زائد 1 ناقص اكس اسيا ناقص اكس، دالة معرفة على ار وصيف تمثيل البياني. احسب ليميت اف لي اكس اذا اكس يقول زائد للنهاية، وليميت اف لي اكس يقول اكس يساوي ناقص للنهاية. مسألة حسابات، نبه بعض إخواني باللي لهنا لليميت لاف إكس لهنا زايد ما لا نهاية، خاطرش لهنا زايد ما لا نهاية يتغلب على صفر، ولهنا الأسية هي اللي أقوى بالنسبة ل 2 إكس زايد 1. إذا تولي تصبح زائد ما لا نهاية، لين أسيا ناقص إكس أقوى من ناقص إكس. 2 1 بي، أحسب ليميت إف لإكس ناقص 2 إكس زائد 1
ليميت اذا اكس يؤول زائد من هذا، ثم فسر النتيجه بيانا. فوالا كي نديروا لا ليميت نتاع هذه العباره نتاع هذا اف اكس ناقص 2 اكس بزين توصلوا الى صفر، وهذا معناه ان يغريك يساوي 2 اكس زائد 1 هي معادله لمستقيم مقارب مائل 2 1 جيم، ادرس الوضع النسبي لما سي والمستقيم دلتا، حيث يغريك دلتا هي يغريك 2 اكس زائد 1. اولا اف اكس ناقص 2 اكس زائد 1 يساوي صفر، معناه سي اف يقطع دلتا عند النقطة صفر واحد. راكم تشوفون لهنا كيفاه لقينا اكس يساوي صفر، اكس يساوي صفر هاي وواحد. من اجل اكس يساوي صفر لهنا العبارة هذه تولي واحد. ثانيا اف اكس ناقص 2 اكس زائد واحد موجب سي اف فوق دلتا، إذا إكس ينتمي من ناقص ما لا نهاية حتى صفر. وثالثا إف إكس ناقص 2 إكس زائد 1 سالبة، معناه إكس ينتمي من صفر إلى زائد نهاية، و سي إف تحت دلتا. اثنين بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس يكون إف فتحة لإكس يساوي جي لإكس، معنى إف فتحة يعني المشتقة لإف لإكس. ثم استنتج نتيجة تغيرات الدالة إف وشكل جدول تغيراتها. اولا نحسب مشتقه ل اف لاكس وهي اف فتحه لاكس، او تمد لنا اذا نتوصلوا اف فتحه لاكس هي جي لاكس. جدول التغيرات ها كيف جدول التغيرات، اذا اف لاكس متناقصه من ناقص ما لا نهايه حتى الالفا، ومتزايده من الفا حتى زائد ما لا نهايه. ثلاثة اكتب معادلة المماسي للمحنى سي عند النقطة ذات فاصلة واحد. المعادلة المماس عند النقطة اكس صفر هاهي المعادلة الشهيرة، نعوض اكس صفر من واحد، واش يمدلنا النتيجة هي يغراك 2 اكس زائد واحد ناقص واحد على اوس او. الرسم رسم دلتا تي المماس والمنحنى سي اف هاي، شوفوا مليح شاهدوا مليح. خمسة ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي ام وإشارة حلول المعادلة ذات المجمول مجمول اكس. هذه العبارة نحولها الى ام، وصلنا ناقص واحد ناقص اكس أسيا ناقص اكس. اذا اف دي اكس هي تكتب 2 اكس زائد واحد ناقص اكس أسيا ناقص اكس، وهذه العبارة هي ام. شوفوا على حسب القيم ام، اذا ام ينتمي الى المجال ناقص ما لا نهاية واحد ناقص واحد على او، المعادلة تقبل حلول. المعادلة لا تقبل حلول آه. من ناقص للنهاية حتى لا تقبل حلول آه. يعني ما تلقاش مع هذه، ما تتلقاش مع هذه يا ام، ما تلقاش مع سيف من ناحية لهنا. إذا أم واحد ناقص واحد على أي معناه نتوصلوا إلى المستقيم تي هو المماس. إذا عندنا واحد حل ها، تقاطع ما بين سي اف و تي. بعد أم ينتمي من واحد ناقص واحد على أو واحد، المعادلة تقبل حلين موجبين تماما. اذا هذه كنا نقدموها لهنا هاهي، تولي عندنا حلين، هذه تي هذه كنا نقدموها لهنا
تولي عندها تقطع سي اف في نقطتين فوالا موجبين ام يساوي واحدة. المعادلة تقبل حل واحد معدوم ام يساوي واحد هاي ام يساوي واحد معناه هاي هي المستقيم 2x زائد واحد معناه تقطع في واحد هلا. ام ينتمي من واحدة زد لنهاية معناه تبقى معادلة تقبل حل الواحد سالبا. إذن هذا إيكغيك 2x كي نقدموها شوية لهنا نجي لهنا مثال نجي لهنا عندنا حل واحد إذن هذه هي ستة باستعمال المكاملة بالتجزئة عين الدالة الأصلية للدالة x أسية ناقص x على r والتي تنعدم من أجل x أو n. هناكم تشوفوا تشاهدوا نختار u فتحة يساوي أسية ناقص x إذن u هي ناقص أسية ناقص x v x و v فتحة يساوي واحد. نتوصل إلى النتيجة هذه من أجل x يساوي واحد إذن هذه تنعدم فوالا. ستة احسب العدد A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى CF والمستقيمات x وسحان x يساوي 3 و y يساوي 2 x زائد 1. إذن هذه المساحة هي التكامل من 1 إلى 3 2 x زائد 1 ناقص f لx. نعرف f لx هي 2 x زائد 1 ناقص x أسية ناقص x. كي ندخلوا عليها الناقص تولينا ناقص 2 x زائد 1 زائد x أسية ناقص x. بعد الحسابات نتوصلوا إلى نتيجة A هي 2 على أسية 3 أو 2 مضروبة في أسية ناقص 3 وحدة مساحية. هاي كيف تكون المساحة حيز الحيز المستوي هذه هي باللون الأصفر. والسلام عليكم ورحمة الله.